السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، الذي يمكنكم الاتصال به على الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة، وسيجيب عليكم مفتي القدس والديار الفلسطينية سماحة الشيخ محمد حسين على الهواء مباشرة لنرحب به سويا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله بخير. الحمد والشكر لله رب العالمين. يعني قبل ما نبدأ بموضوعنا، سمحتك مبارح كان في لغط على وسائل التواصل الاجتماعي حول صلاة العيد، البعض يقول أنك أجازت صلاتها في الساحات، فما مدى صحة هذا الخبر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يعني ما دام أثيرت قضية صلاة العيد، فدعينا أخ الدلال نقول لإخواننا المسلمين أن موعد صلاة العيد هو صباح يوم العيد الساعة 6:10 صباحا بالتوقيت طبعا الصيفي، الساعة 6:10، وتصلى كصلاتنا للجماعات في البيت طبعا الفروض، وصلاة الجمعة التي أيضا علقت في المساجد وأصبحت تؤدى في البيت، وصلاة العيد شأنها شأن صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة تؤدى في البيت، ويمكن لأهل البيت أن يصلوا هذه الصلاة جماعة. وهي على ذكر صلاة العيد، هي سنة مؤكدة، هي ليست فريضة. هي الأئمة الأربعة مختلفين عليها، البعض يقول سنة مؤكدة والبعض يقول لا، هي سنة مؤكدة أو سنة أو يعني لا، يعني هي أقل من درجة الفرض في الحكم، يعني هي ليست مفروضة علينا، لكن هي سنة حافظ عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن نحافظ على هذه الصلاة، ويمكن تأديتها كما قلنا في البيت، ولا يشترط لها خطبة يعني في البيت. نعم. يمكن أن يؤديها المسلم منفردا أو جماعة في البيت. أما في قضية الساحات ومساحات، هذا في غير ظروف الكورونا وظروف التقييدات الصحية. نعم، صلاها النبي صلى الله عليه وسلم خارج المسجد، صلاها في الفلاة يعني في مصلى، ولذلك عرف ما يقال ويطلق عليه مصلى العيد، لكن هذا في الظروف العادية وليس في الظروف الطوارئ والظروف الاستثنائية كما هو الحال عندنا. ما دمنا صلينا الفرائض وصلينا الجمعة في البيوت، أيضا صلاة العيد نصليها في البيوت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من كل أبناء شعبنا الصلاة والصيام والقيام، وكل عام وشعبنا الفلسطيني والأمة الإسلامية بخير بمناسبة قرب نهاية شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر. اللهم أمين. بس بدي أسألك، هلأ صلاة العيد طريقة تأديتها بتفترق عن الصلوات العادية، أو في أدعية معينة تصلى في صلاة العيد؟ هي صلاة العيد الحقيقة كما قلنا ركعتي سنة، ولا تفترق عن صلاة الجمعة إلا بما يسمى تكبيرات الزوائد، يعني في تكبيرات في الركعة الأولى والركعة الثانية من صلاة العيد. بعض الأئمة قال يكبر بعد تكبيرة الإحرام بالصلاة 7 تكبيرات، وبالركعة الثانية يكبر 5 تكبيرات، وهذا قبل القراءة بالركعتين، وهذا ما أخذ به الإمام الشافعي رحمه الله ومالك وأحمد. ويقول الحنفية أنها 3 تكبيرات في الركعة الأولى وثلاث تكبيرات في الركعة الثانية. في الركعة الأولى 3 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وفي الركعة الثانية 3 تكبيرات قبل تكبيرة الركوع. إذن صلاة العيد في المساجد، وإن شاء الله العيد الجاي بنكون منتهيين من هاي الأزمة، إن شاء الله بنكون بالمساجد بكل الصلوات بما فيها صلاة العيد. عفوا، أنا حكيت مش عارف، حكيت بالمساجد أو بالبيوت؟ هي بالبيوت، وإن شاء الله العيد الجاي بنصليها بالمساجد وبالساحات، وربنا بيجمعنا على الخير وفي كل الأماكن المسموحة، وتكون قد زالت إن شاء الله وانقشعت هذه الجائحة، جائحة الكورونا، وزالت كل التقييدات. نعم. معنا اتصال يوسف من سلفيت. السلام عليكم يا يوسف، تفضل يا يوسف. أسأل فضيلة الشيخ، هل الصوت واضح عندك؟ واضح. نعم. وفي كان في نيته الصيام. نعم. ونام وهو على جنب واستيقظ عندما أصبح النهار، فماذا عليه أن يفعل؟ واضح. نعم، وضح السؤال. نأخذ اتصال جبريل. السلام عليكم. مرحبا يا جبريل. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام. والله بدي أسأل سعادة المفتي محمد محسن على صلاة العيد وصلاة البيوت، هذه يعني بحقوقها في الأذان، ف
فانا يعني انا قاعد في بيتي وانا بطلع عليكم عادي بث مباشر معاكم. حياك الله. فالحين يعني ناس حكى معي قال لي لا صلي في الجامع. هل هو استحب في الجامع او رد في الدور في صلاه العيد او صلاه الفرض اللي هي الجمعه؟ هي المساجد اصلا مغلقه يعني كيف؟ طيب نعم. سألت أيضا سيدة تحت الهواء عن أخت مطلقة هل تعطيها زكاة مالها أم لا؟ نجيب على السيدة بداية ومن ثم يوسف. أختها؟ نعم أختها. يجوز للأخت أن تدفع زكاة مالها وزكاة فطرها لأختها ما دامت هي لا تنفق عليها. هي نعم أوكي. يوسف من سلفيت سأل عن النوم وهو على جنابة وبنية الصيام. هو يجوز يعني للإنسان الجنوب أن يصوم وينوي الصيام ولو طلع الفجر وهو جنوب، ولكن الأولى أن يعجل بالاغتسال من أجل صلاة الفجر. نعم، ومن هو أجل الاغتسال من أجل الصلاة وليس من أجل الصلاة الصيام. نعم الصيام يجوز ويصح. نعم معنا اتصال أبو العبد من غزة. السلام عليكم، تفضل يا أبو العبد. ألو. تفضل. السلام عليكم. يبدو أنه الاتصال انقطع مع أبو العبد. نأخذ اتصال أم صالح من الخليل. السلام عليكم. يعطيك العافية. تفضلي يا أم صالح. لو سمحتي، أنا جوزي قدم الصبح شو قلت له بده يشرب مي، هو شرب مي يوم قدم. نعم وضح السؤال. نعم. جبريل سأل عن نعم أم صالح. قدم الصبح أم صالح بجوز يكمل صيامه ولا يفطر. اسمعنا السؤال رح يجيبك سماحة المفتي. أبو جبريل سأل عن صلاة العيد في يعني صلاة العيد في المساجد. يعني كما قلنا في بداية الحديث، صلاة العيد كسائر الصلوات في ظل إغلاق المساجد في هذه الفترة، فترة الكورونا، تصلى أيضا في البيت بجماعة أو منفرد، ما في مانع. نعم. أم صالح سألت عن زوجها شرب الماء وقت ما قال الله أكبر، ما الذي يترتب عليه؟ لا هو الحقيقة عليه؟ يعني فهمت من سؤاله أنه شرب خلال الأذان اللي هو أذان الفجر، ففي هذه الحالة يمسك بقية يومه ويقضي يوم مكان هذا اليوم. نعم ما بصير يشرب مجرد اللي بترتب ما عليه أنه يكمل الصيام ويقضي يكمل اليوم. الصيام لحرمة الشهر، يعني هو مش صيام، هو إمساك لحرمة رمضان، ولكن يقضي هذا اليوم لأنه أفطر. بس ما بترتب عليه كفارة؟ لا 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 ما في عليه كفارة. لا نعم. معنا محمد حمدات من الخليل. السلام عليكم. يعطيكم العافية. اتفضل يا محمد. السلام ورحمة الله. يعطيكم العافية جميعا. وعليك السلام، حياك الله. كيف حالك؟ بدي أسأل والله زكاة الفطر تجوز إن الواحد يعطيها لأخته؟ هذا السؤال. نعم. سؤال آخر. سلام الثاني. نعم نجيب على محمد. صدقة الفطر نعم يجوز أن تعطي صدقة الفطر لأختك إذا لم تكن ضمن عيالك وتنفق عليها. نعم. يعني مزوجة وهي بحاجة لا بأس. نعم. معنا اتصال أبو محمد من السموع. السلام عليكم يا أبو محمد. اتفضل يا أبو محمد، أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمع يا عم، أنا واحد مريض عامل 3 عمليات وصار معي في النهاية سرطان. سلامتك. وعافاك الله يا رب. نعم. السلام عليكم. تفضل سامعينك. أبو محمد الحوامد من السموع أنا. حياك الله. أنا عامل 5 عمليات وفيهن سنتين شو اسمه هذا للسرطان. نعم سلامتك. فأنا معي بربيج كمان في المسالك البولية وعامل عمليات في المثاني. الحين بدي أسأل الشيخ محمد، حياك الله، كيف أنا بصلي؟ بكل ما بدي أصلي بتحمم. مع العلم هذا بتنزل المي باستمرار طبعا. أنا عندي كيس من المسالك البولية. واضح واضح. نعم، واضح. كيف الشيخ محمد بيقدر بسمح لي كيف أصلي بالضبط؟ ولا طيب بجوز اصلي بجوز ما اصليش بجوز مش عارف يعني انا طيب متحير. طيب كثير. وضحت يا حبيبي. انا معي 5 اشهر. واضح. نعم يعني الحمام مشقه، كل صلاه بحمام هو يعني لا يشترط ان يغتسل لكل وقت، يعني انما هو يحسب من احساب من اصحاب الاعذار، يتوضا لوقت كل صلاه فرض، وضوء فقط.
يعني ولو انه البول في كما اخبر يجري في الكيس البول، نعم، خارجي، هذا يسمى من اصحاب الاعذار كانطلاق الريح واستمرار سلس البول وغيره من الاعذار المعروفه والاستحاضه للمراه، يتوضأ لوقت كل فريضه ويصلي ما شاء من النوافل ولا يلزم ان يغتسل لكل صلاه. لكن شو مكان ما بيسقط عنه انه اداء لا لا الصلاة لا تسقط والصلاة. لا نعم. الصلاة لا تسقط ولا بحال، لانه هو سألك اصلي او ما اصلي، لا لا يعني هو عليه ان يصلي ولكن يتوضأ لوقت كل فريضة، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. نعم. هذه استطاعته، وبالتالي ان شاء الله صلاته بهذا الشكل مقبولة وتسقط عنه فريضة الصلاة ان شاء الله. معنا اتصال ابو حسن من الخليل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أبو حسن. المساجد بدي أسأل سؤال الشيخ، المساجد كلها مسكرة ولكن للأسف في ناس خارجة عن القانون ما بردوش على الأوقاف، بيفتحوا المساجد وبيصلوا في قلب المسجد، إمام المسجد ما بحضر يصلي، حقيقة هل إحنا نقسم على الصلاة في بيتنا أو نروح على الجامع أو أعطيني حكم شرعي؟ إنه هذه الصلاة جائزة نروح نصلي في المساجد أو نضل نصلي في بيتنا؟ نعم، نجيب على أبو حسن. نعم، لا هو يا حج الأصل أن تصلي في بيتك، لأن كل المجموع كل الشعب يصلي في البيوت، والصلاة في البيت بهذه الحالة في ضرورة اقتضتها، ولم تغلق المساجد لأن الناس جاي على بالها تغلق المساجد، ومن يفتي بفتح المساجد أو كسر أبواب المساجد وغير ذلك هذا الحقيقة يعني خارج عن أمرين، الأمر الأول هو الاهتمام بحياة الناس، فهو الحقيقة يساهم في نشر العدوى وهو آثم عند الله وعند الناس، هذا جانب، يعتدي على حياة الناس، وليس من حق أحد أن يعتدي على حياة الناس، لأن حياة الناس هي من أهم المقاصد التي جاءت الشريعة للمحافظة عليها ورعايتها، وهي من الضروريات الخمس التي لا يجهل أي إنسان له اطلاع على الدين مدى الاهتمام، الشريعة الإسلامية وكل مراميها وأحكامها للمحافظة على هذه الضروريات الخمس التي هي الحياة، يعني النفس الإنسانية والدين والعقل والنسل والمال، هذه معروفة، لكن مع الأسف الشديد من يقوم بمثل هذه الأعمال هو يحاول أو هو عبثا يجر الناس إلى لا سمح الله مضاعفات العدوى بهذا، هذا من جانب. من جانب آخر هو مخالف أيضا لولي الأمر في البلد، أمير المسجد هو إمام المسجد، وبالتالي يجب أن يسمع لإمام المسجد فنصلي مع الإمام حينما تكون كل العوائق قد زالت، لكن إذا كان المسجد مغلقا فلا يجوز الاعتداء على المسجد بكسر أبوابه أو فتحه خلسة وجر الناس إلى الصلاة فيه، وبخاصة وقت انتشار هذا الفيروس الذي حقيقة ومعدي وبشكل سريع، كما أنه يصاب الناس جراءه بالضرر. نعم، معنا اتصال أبو محمد من جنين، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل. بسأل الشيخ اللي معوش فترة يعني بيقدر يطلع، شو اللي يقدر يطلع ما معوش فترة؟ نعم، سؤال آخر؟ لا هو بس سؤال. بس هذا السؤال. نعم، معنا اتصال آخر من سائدة من عقرباء، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي يا سائدة. بدي أسأل شيخنا، الإفطار وقت الخيط الأبيض والأسود، شو قصة هذا الإفطار؟ هل يجوز؟ الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ من طيب. الأسود نعم. نجيب نعم. نجيب على أبو محمد، من لا يملك صدقة الفطر ماذا يخرج؟ هو لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فديننا الحمد لله مبني على التيسير وعلى قدر الاستطاعة، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا لا بعبادات ولا بغيرها فوق طاقتنا، فالذي لا يملك صدقة الفطر إذا جاءته أموال من باب التبرعات ومن باب الصدقات فلا بأس أن يخرج منها، ويجوز أن يخرج من هذه الأموال صدقة الفطر، لكن إذا لم تأتي أموال
أو هو من البيوت المتعففة جدا ولا أحد يعرف أنه بحاجة، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أيضا سائدة التي سألت عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. هذا الحقيقة الخيط الأبيض ليس الخيط الطبيعي، هو شعاع الفجر في الصباح، ويعرفه أهل الخبرة والذين يتابعون قضية الفجر، لأن هناك عندنا فجران، فجر يسمى الفجر الكاذب وفجر يسمى الفجر الصادق، ويعرفها أهل الفلك وأهل الخبرة من الشرعيين بدقة، وهذا ما يحدد عليه يعني الفجر الصادق وخروجه وبزوغه وظهوره موعد صلاة الفجر والإمساك عن الطعام والشراب من أجل الصيام. هذا المقصود بالخيط الأبيض. يعني الناس العاديين ما بيقدر يحدد. لا لا بالتأكيد ليس كل إنسان يستطيع أن يميز هذا الفجر، وبخاصة في المدن وفي الأماكن المضاءة، هذا المكان لابد من رصده في أماكن معتمة بعيدة عن العمران. نعم، معنا اتصال أبو أحمد من بيت لحم، السلام عليكم. يعطيكم العافية. وعليكم السلام. تفضل. والله يا سيدي الشيخ أنا معي سكري ومعي ضغط، عمري 72 سنة. سلام. سلام. بصوم بنعاد الفطرة، يعني قبل ما تكرر الفطرة الساعة 6:30 تقريبا بنزل معي السكري، مش عارف شو أعمل، بنزل معي السكري مش طبيعي يعني بدوخ. نعم. فبضطر أفطر. طيب. نعم. سؤال آخر. قطع الاتصال. أبو ياسر. طيب. من الخليل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، يعطيكم العافية. تفضل. حياكم. تحياتي لسيد الشيخ. حياك الله يا أخي. وأنا مواطن يعني عندي سكري وضغط وكلى. سلامتك. طبعاً شهر رمضان خصمت منه 5 أيام الباقي أفطر فيه بإجبار من الدكتور. نعم. بدي أعرف قديش الفطرة بالنسبة لهذا الإفطار. طيب. نعم شافك الله وعافاك. نجيب على أبو أحمد، بيصوم للخمسة ونص ستة بينزل السكري فبيضطر. نعم. إنه يفطر، يعني شكله هل يحسب له صيام أم لا؟ لا، هو ننصح الأخ الكريم أن يراجع طبيبه. نعم. الخاص، ما دام يعني تصيب مثل هذه الحالة ويكاد يكون يوميا تقريبا. نعم. بهذا الشكل، والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فما دام يدوخ قبل وصوله إلى مرحلة الإفطار اللي هو مساء، نعم نحن ننصح مراجعة الطبيب ويستشير في وضعه الصحي، وفي مثل هذه الحالات بالتأكيد سينصح الطبيب بالإفطار ويفطر، وعليه أن يفدي عن كل يوم مقدار وجبتين لمسكين، وتقدر هذه يعني هاتان الوجبتان من أوسط ما يأكل هذا الإنسان المفطر في رمضان، ولكن تقديرها في الحد الأدنى مقدار صدقة الفطر عن كل يوم يفطر، وهي 9 شواكل نقدا أو ما يعادلها من العملات الأخرى. نعم. أيضا هذا ينطبق على أبو ياسر. أبو ياسر إنه ما دام يفطر نعم ما عليه إلا الفدية، وهي إطعام مسكين وجبتين من متوسط طعامه، فإذا كانت الحالة متيسرة بإمكانه أن يزيد على قيمة 9 شواكل، يعني بمقدار وجبتين من أوسط طعام عائلته. نعم. معنا اتصال أبو جهاد من جنين، السلام عليكم. السلام عليكم. الله. تفضل. بقول بسلام يا شيخ. بيسمعك، تفضل. صلاة التراويح في المدرسة، كانوا نصلي التراويح في المدرسة، فيها إثم ولا نصلي عادي في المدرسة جماعة؟ بساحات المدرسة؟ ساحة المدرسة. نعم. حقيقة أنت يجب أن تتبع المنطقة التي أنت بها، فإذا كانت المنطقة التي أنت بها ملتزمة بالصلاة في البيوت، وهذا الذي أعرفه في فلسطين، الناس ملتزمة بأداء الصلاة في بيوتها، فالأولى أن تصلي في بيتك حفاظا على نفسك والتزاما بتعليمات وزارة الصحة التي هي في الواقع المسؤول الأول في قضايا الحجر البيتي والالتزام بالبيت وعدم إقامة التجمعات لا في المدارس ولا في غيره. نعم. في اتصالات يبدو
يبدو أنه ما في اتصالات. نعود لموضوعنا. نعم. بالأمس كنا قد تحدثنا عن الغضب. نعم. خلق الله النفس وخلق فيها العديد من الانفعالات، فهي تحب وتكره، تهدأ وتغضب، وفي رمضان تزداد العصبية. سبحان الله، يقال أن الشياطين تصفد في رمضان. طب العصبية هاي من وين بتيجي؟ هو يا سيدتي الكريمة قضية تصفيد الشياطين نعم وارد، وبعض العلماء قال مرضت الشياطين، لكن الحديث الحقيقة على عمومه. نعم. لكن لا تخلو النفس الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم قال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني أيضا في شياطين من الإنس. نعم. ولعل كثير من شياطين الإنس الذين يشيعون الشائعات ويحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ويتقولون على الناس ما لم يقولوا وغير ذلك، هذا كله من وسوسة الشياطين الإنسية. على أي حال، الغضب موجود، والنبي صلى الله عليه وسلم أدبنا في شهر رمضان المبارك، ولذلك قال من سابك أو شتمك فقل إني صائم، بمعنى أنني أعتصم بهذا الصيام، أنا لا أريد أن أفسد هذا الصيام. ولذلك لا يجهل ولا يتجاهل على هذا الذي يسب أو يشتم أو غير ذلك، لأنه بمجرد أنت ما رديت على البادئ بالسيئة أنت أصبحت مساوي له في ارتكاب هذه السيئة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم إني صائم، بمعنى أنني أعتصم بالصوم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا أيضا والصيام جنة، أي أن الصيام وقاية، والجنة ما يتقى به، ولذلك يسمى الدرع جنة، يعني يتقي به الفارس. نعم. من الضربات وغيرها، فالصيام جنة نتقي به نحن مفاسد الأخلاق وسيء الأخلاق وكل هذه الأمور. وبالتأكيد الصائم عليه أن يحافظ على صيامه، عليه ألا يغضب وألا يجر الغضب وألا تجر وسوسة الشيطان وحديث النفس إلى مضاعفات ربما تفسد صيامه، وإذا لم تفسد صيامه ظاهرا ربما تذهب بثواب هذا الصيام. ولذلك أيضا ورد في الأثر وفي الحديث رب صائم ليس له من صيام إلا الجوع والعطش. إذا شو معنى ليس له من صيام إلا الجوع والعطش؟ يعني هو صام عن الطعام والشراب وعطش وجاع، ولكنه لم يأخذ الثواب، خسر ثواب هذا الصيام وهذا الإمساك عن الطعام وعن الشراب وعن سائر وعن سائر الشهوات، ووقع في إثم آفات اللسان أو آفات الغضب فذهب ثوابه، وبالتالي لم يحصل هذا الثواب. وهذا واضح أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الزور وقول الزور وشهادة الزور، يعني يذهب بثواب الصيام ويذهب بهذه يعني كثير آفات الإنسان يرتكبها. نعم. في رمضان وهو لا يدرك أنها تذهب أجر. نعم. الصيام على وشهادة الزور وقول. نعم. الزور وكل. نعم. معنا اتصال محمد من الخليل. السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. تفضل يا محمد. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير. انت بخير. بدي أسأل فضيلة الشيخ الله يجزيه خير يا رب، أنا عندي أخو وضعه المادي كثير صعب جدا جدا. نعم. فبيضبط اني اطلع الفطر له يعني بشكل شخصي. نعم. صدقة الفطر. نعم. صدقة الفطر يعني بقدر اعطيها لاخوي، او لانه وضعه المادي كثير صعب جدا جدا. واضح. ومشكورين. نعم. نجيب على محمد. نعم، اذا كان اخوك ليس ضمن عائلتك، يعني انت لست ملزما بالانفاق عليه، او هو ضمن عائلتك، فيجوز نعم أن تصرف له صدقة الفطر وأن تصرف له زكاة المال، ولك في ذلك أجران، أجر الصلة لأنه أخ، وأجر الصدقة التي هي الزكاة أو صدقة الفطر. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الشخص الذي يملك نفسه عند الغضب بجنب نفسه والآخرين الكثير من الآثار السلبية اللي بتنعكس على الفرد والمجتمع. من هاي الآثار السلبية اللي يعني نتيجة الغضب على الفرد وعلى المجتمع؟ يعني الحقيقة ما نلمسه الآن مع الأسف الشديد في مجتمعنا وسائر المجتمعات،
يعني هناك الغضب يجر إلى مشاكل كثيرة، ربما يجر إلى حوادث قتل. نعم. يعني بالأمس الغريب سمعنا أن هناك شجار في غزة حصل، كانت نتيجة قتل فرد أو اثنين وإصابة بليغة في بعض المتشاجرين. يعني ما هذا السبب؟ هو غضب لشيء معين، قد يكون سبب تافه جدا لا يزيد عن صفة سيارة أو كلمة من هنا أو هناك إلى آخر ذلك. ولذلك الشديد الذي يملك نفسه ويسيطر عليها ساعة الغضب، ثورة هذا الغضب، وليس من يتسرع ويقوم بتنفيذ أي عمل سواء كان باليد أو حتى باللسان أو غير ذلك من الجوارح. فلذلك أدبنا الإسلام وأدبنا الصيام بضرورة الانضباط وضرورة تجنب كل آفات اللسان وكل آفات الجوارح، تحقيقا لفريضة وفضيلة الصيام والثواب الذي يترتب على صيانة هذه الفريضة التي نؤديها في شهر رمضان المبارك. وبالتالي الغضب لا يأتي بخير دائما، عواقب الغضب الحقيقة ولو كانت بكلمة أو كانت بفعل معين باليد أو بالرجل أو بغيرها، هذا يجر إلى مضاعفات نفس الشخص الغضبان في غنى عنها، كما أن المجتمع في غنى عنها، ولكنه إذا ما رجع إلى عقله ورجع إلى ضبط نفسه وجوارحه أصابه الندم. فنحن نريد ألا تندم بعد أن يبدر منك الفعل السيء، الفعل الذي ربما يذهب بحسناتك وربما يقودك إلى مضاعفات معينة مع الآخرين، مع الجيران أو مع الأهل وهكذا. ولذلك من الأصل أن يعمل الإنسان ترتيبه وجهده أن يتحلى بكامل الأخلاق، ومنها ضبط النفس ساعة الغضب والتحكم بكل تصرفاته في هذه الساعة حتى تمر. وقلنا إذا غضب الإنسان لأي سبب من الأسباب فليحاول أن يشغل نفسه بسبب آخر، وقلنا كأن يكون واقفا فيجلس أو أن يكون يتوضأ أو يتوضأ، لأن الماء يطفئ ثورة هذا الغضب، ثم هو يأتي بعبادة، وهذه العبادة بالتأكيد تشغله عن أن يستمر في ثورة الغضب. نعم. وبالتالي يتوقف ويتجنب مضاعفات لا سمح الله هو في غنى والآخرين في غنى. يعني عنه. أثر الغضب أقلها ممكن أنك تجرح قلب إنسان، بالتأكيد. وأكبرها ممكن أنها تشتت عائلات. تماما. إذا كان في جريمة قتل لا سمح الله أو شجار ممكن أنه تشرد العائلات حتى من أماكن يعني سكنها. كما قالوا إن النار من مستصغر الشرر. نعم. يعني شرارة بسيطة توقد حريق كبير ربما كبير. يؤدي نعم. إلى مضاعفات معنا خطيرة. معنا اتصال صلاح من قلقيلية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا صلاح. في سؤالين لسيدنا الشيخ. السؤال الأول، بلع الطعام اللي بيكون متبقي بين الأسنان في نهار رمضان متعمد. والسؤال الثاني، بالنسبة لمعركة ذكرتها كتب السير اسمها هرمجدون، بدنا لفتة من سيدنا الشيخ للموضوع. شكرا. طيب. ما اسم المعركة؟ هرمجدون. نعم. نجيب على صلاح مباشرة. نعم. الحقيقة الأصل يعني الإنسان بعد السحور أن ينظف أسنانه وأن ينظف فمه، إما بالمسواك وإما بالمعجون، وهذا الحقيقة نظافة أولا للفم والمحافظة على رائحته، لأن الصيام حقيقة تكون هناك رائحة، ولذلك سميت خلوف فم الصائم، وهذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. نعم. يعني هناك رائحة للفم يعني غير مرغوبة حقيقة، ولكنها عند الله لأنها في الطاعة وفي العبادة أطيب من ريح المسك. فليحرص الإنسان على هذه النظافة والاحتياط ألا يبقى أي بقايا للطعام في فمه، لكن إذا بقيت هذه البقايا وابتلعها الإنسان نسأل الله سبحانه وتعالى التجاوز عنها وألا يكون مفطرا بها. نجيب على الشق الثاني من سؤاله بعد ما ناخد اتصال منير من جنين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا منير. لو سمعت أستاذ الشيخ. بيسمعك. يعطيك العافية شيخ. يزيدك عافية حياك الله. احنا دائما بنصلي في الجامعة مثلا بالايام العادية، من نسلم على بعض نقول تقبل الله.
فأرجو تلو قالوا لنا هذه البدعة ومش عارف إيش يعني. شو رئيس الشرب؟ طيب يا حبيبي. نعم سنجيبك. صلاح سأل عن معركة هرمجدة. هرمجدة نعم. نعم. هذه المعركة الحقيقة هي ليست معركة انتهت مع التاريخ ومع الكتب، فإذا أنت قرأتها في أي كتاب أو غيره هي معركة يعني في قابل الأيام، يعني الحديث عنها تقريبا يأتي في علامات الساعة وغير ذلك من الأمور، لكن نحن نقول لا نشغل أنفسنا بمثل هذه الأمور تماما، بل نشغل أنفسنا بواقعنا من حيث العبادات ومن حيث الطاعات ومن حيث الاستقامة على أوامر الله سبحانه وتعالى. نعم أيضا منير الذي سأل عن السلام بعد الانتهاء من الصلاة، هل هو بدعة أم لا؟ السلام على من صلى معك، لا هو ليس بدعة يا أخي الحبيب، هو دعاء. حينما تقول أنت لأخيك المسلم تقبل الله، أنت تدعو له بأن يتقبل الله منك ومنه، فهذا معنى القول له تقبل الله الطاعات أو تقبل منا ومنكم. وثم المصافحة لأخيك المسلم ما في شك كان مما يروى في آثار الصحابة رضوان الله عليهم أن أحدهم إذا فارق صاحبه عن شجرة أو عن أي مكان آخر في الطريق إذا تلاقيا تصافحا وسلم على بعضهما البعض، فهي من الأخلاق الطيبة والحميدة وليست بدعة إطلاقا. نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض الفاحش البذيء. بعض الناس للأسف عندهم بذاءة باللسان ويقولون أن هذه صراحة، فماذا تقول لهذا النوع من الناس؟ لا والله هي ليست صراحة، هي وقاحة بصراحة إذا كانت من الألفاظ البريئة، وآسف من الألفاظ البذيئة، ليس البريئة يعني البريئة بنوايا طيبة، إنما البذيئة يعني البذاءة مرفوضة، والفحش والتفحش صعب، وتوعد الله سبحانه وتعالى الفاحش والمتفحش بالعقاب، وبالتالي هذا لا يجوز إطلاقا، وهذا ليس من الصراحة في شيء، هذه يعني تجاوز على الأخلاق. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يثني على الأخلاق، وقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم بحسن الخلق، قال الله سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فديننا فيه مكارم الأخلاق، فيه العفة، فيه الطهارة، فيه نقاوة القلب واللسان وسائر الأعمال التي تصدر عن الجوارح، فهذه ليست صراحة بحال من الأحوال، والذين يقولون بذلك هم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم معنا اتصال كمال من جنين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عام بخير وصحة. وأنتم بخير إن شاء الله. الله يرضى عليك. كيف أنا محضور لك من بداية الحلقة الله يرضى عليك. كثرة الإفطار للصائم يجب عن اليوم والوجبتين، بمعنى 9 شيكل مرة واحدة أو يومين ولا 9 في اليوم الواحد الله يرضى عنك. بارك الله فيك. حياك الله. نعم. بارك نجيب الله على الله. كمان. تمام. يعني 9 أو 18. طيب. لا هي الحقيقة حينما نقول تقدر بوجبتين يعني فطور وسحور، بعض العلماء قال بوجبة واحدة، على أي حال 9 شواكل هي عن الوجبتين بمقدار الوجبتين، لذلك بنقول إحنا لا أقل من هذا المبلغ إطلاقا، يعني بصرش ندفع 8-9 أو أكثر من 9 إذا كانت حالة الإنسان الذي يدفع هذه الفدية حالة متيسرة وكذا يدفع أكثر، وله ذلك يعني بمستوى وجبتين من طعامه مع أسرته، مستوى قيمة وجبتين من طعامه. لكن هو العلماء حينما بحثوا في الفدية هي تقدر أصلا بالطعام، يعني تقدر بصاع من الطعام، القمح أو الشعير أو التمر كان طعامهم في الأزمنة الماضية، اليوم غالب طعام الناس الخبز أو القمح أو الطحين أو الأرز، ولذلك تقدر الصاع اللي هو 2 كيلو 176 غرام بمعاييرنا ومقاييسنا، تقدر بقيمتها المادية 9 شواكل، يعني 9 شواكل تكفي عن اليوم، هي فدية عن كل يوم يفطر به الإنسان
الذي لا يستطيع الصيام، لكن لو زاد على ذلك حسب مستوى معيشتي فلا بأس. نعم، البعض يبرر آية التي قال الله عز وجل في كتابه: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يقول حتى الأنبياء يغضبون، لماذا تطلب منا ألا نغضب؟ فماذا تجيب عليهم؟ أنا أقول لأبناء شعبنا ولكل أبناء المسلمين: اغضبوا كلكم وجميعكم غضب الأنبياء. نعم، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا لا يغضبون إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. نعم، لذلك كما ورد في سيرة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كان لا يغضب إلا إذا انتهك حد من حدود الله وأمر من أمور الله، فيغضب لانتهاك هذه الحرمة. وعلى أي حال وصف الغضب لسيدنا موسى، لماذا غضب سيدنا موسى عليه السلام؟ غضب حينما وجد القوم قد عبدوا العجل الذي سولت نفس الله السامري له صنم، ولذلك كما تقول بعض الروايات ضرب العجل بيده الشريفة، فهذا سبب الغضب. ولذلك الأنبياء يغضبون لانتهاك حرمات الله. أقولها مرة أخرى: ليت كل أمتنا الإسلامية من حكامها ومحكومها تغضب لله، تغضب لانتهاك حرمات المقدسات في فلسطين وغيرها، تغضب لانتهاك حرمات المسلمين والمسلمات في ديار كثيرة من ديار الإسلام والمسلمين، تغضب لهذه الأرواح التي تزهق زورا وبهتانا بأيدي المسلمين بعضهم مع بعض، وهم يقومون بالحرب بالوكالة عن أعداء الإسلام والمسلمين، ليتهم يغضبوا لمثل هذه الحال. نعم، معنا اتصال محمد من جنين. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا محمد. بدي أسأل سؤال. قبل فترة أخوي الصغير وكي عن ظهر الدار، هسا أمي قالت إنه أخذنا على المستشفى، قال إذا طلع سالم نظرة يعني إنه من نذبح الذبيحة. هسا الذبيحة ضروري نذبحها ولا شايف يعني؟ طيب، نعم، يعني الحمد لله أخوك هلا إن شاء الله منيح. الحمد لله. الحمد لله. نعم، يعني الحمد لله أولا على سلامة هذا الذي أصيب أخوك، وهو من أبناء هذا الشعب الصابر والمرابط. فما في شك إذا نظرتم يا أخي بأن تذبح ذبيحة فعليكم أن تفوا بهذا النذر، لأن الله قال: وليوفوا نذورهم. فالوفاء بالنذر من الواجبات، لأن النذر هو التزام مع الله سبحانه وتعالى، ومصرف النذر هم الفقراء. فتذبح هذه الذبيحة وتوزع على الفقراء، ولا يأكل منها أصحاب البيت أو المنذور عنه إلى غير ذلك، هي للفقراء، وهي إن شاء الله طاعة، نسأل الله أن يتقبلها عنكم ومنكم. آمين. سؤال تحت الهواء، لا بيسأل هو تحت الهواء، بيزبط نأجل الذبيحة أم لا؟ إذا كان مش متيسر الآن يمكن أن يؤجلها، ولكن دائما العجلة في الوفاء بالنذر، لأن الإنسان لا يدري متى يدركه الموت. يعني سبحان الله، لما إحنا بنوقع في مصيبة بنلجأ لربنا ويا ربي إنه تساعدنا، بنعمل هيك لما بنخرج من هالمصيبة بنصير بدنا نأجلها شوي. الأولى المبادرة بوفاء حقوق الله سبحانه وتعالى، فالله نعم حق بالوفاء. معنا اتصال من محمد من بئر السبع، لكن قبلها ايضا ام محمد سالت انها كانت صائمه ولحد ما اذن قبل شوي يبدو انها حاضت او صار عندها عذر شرعي، ما بعرف ايش هو. كنا جاوبنا من قبل على هيك سؤال. صامت هي، صامت وقبل الاذان. نعم، بدقائق قبل اذان المغرب. نعم نعم اي نعم نعم افطرت. نعم، فما حكم الشرع في ذلك؟ اذا جاءها الحيض قبل الاذان ولو بدقائق معدوده، او نفست قبل الاذان ولو بدقائق معدوده وكانت صائمه، فسد الصيام، لأن من شروط يتوجب على القضاء. نعم، يعني من شروط صحة الصيام الطهارة عن الحيض والنفاس، فعليها. نعم، القضاء لو حتى بدقيقة أو لو حتى بثواني، لأنه ولو تكرر ولو السؤال كثير. لا خلاص، عن هذا الموضوع. نعم نعم، معنا أم محمد من بئر السبع. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضلي. الله يعطيك العافية شيخ. الله يزيدك عافية، الله يحييك. عندي ثلاث سؤالات لو سمحت. سؤال تفضلي. أول سؤال، بالنسبة عندي أخت يعني كبيرة في السن، عمرها 50 سنة. نعم. ابني يعني بعطيها كل شهر، لأن تستهلك يعني لأن عندها قوة تنفسية. نعم. وكل شهر يعني بعطيها فيها نصيب. هل هي بتحل الزكاة مثلا نعطيها إياها أو لا أو كيف ما بعرف؟ نعم، سؤال آخر. فهمتي لها؟ نعم. سؤال ثاني.
عندي جوزي لا بصلي ولا بصوم، وبعدين بميز بين البنت وبين الولد. الحين انا بعض الاحيان بياخذ مني عن مصاري وهو بدريش. كيف يعني انا بحس ضميري بقلبني، حرام حلال. لمين بتعطي النقود؟ لمين بتعطي النقود؟ لزوجك؟ لا باخذ من جوزي يعني هو بدريش يعني. نعم، لمين بتعطيهم؟ للدار مثلا، بصرف على الدار. نعم نعم، للبيت. السؤال الثالث. السؤال الثالث، بعد ما اخلص صلاه بستدعي لاولادي ولبناتي واقول يعني الفاتحه عن اجر الصلاه لو راح الرسول مثلا لامهاتنا وامهاتنا. واضح واضح. نعم تدعي يعني كيف يعني يتهل ما بتهل. نعم نعم، نجيب عليك بعد ان ناخذ اتصال من. السلام عليكم. السلام عليكم. يبدو انه الاتصال انقطع. تفضل. يعطيك العافيه. حياك الله. بدي من فضلك اسلم على فضيله سيدي واساله، هل ابره الانسولين بتفطر ولا لا؟ نعم. يعني السكر. نعم نعم، وضح السؤال. أم محمد سألت عن لها أخت ويبدو أنها محتاجة، ابنها بينفق على أختها، فهل يجوز أن يعطيها زكاة ماله أم لا؟ يعني هو من وقت لوقت هي خالته. خالته وبينفق عليها. ما في شك يعني خالته. نعم. إذا كانت فقيرة وهو يدفع لها أموال، لكن هي ليست ضمن أسرته. هي قالت أنه هي بينفق عليها، يعني يبدو أنه متكفل في الإنفاق عليها. هو إذا متكفل بالإنفاق عليها لا يعطيها الزكاة، يعني تعتبر ضمن أسرته. نعم، حتى وإن لم تكن نفقتها واجبة هي عليه. صحيح نفقتها ليست عليه، لكن هو الآن ضمها إلى عياله وأنفق عليها. نعم. فما دام تولى نفقتها الأولى ألا يدفع الزكاة لها، بل نعم. يدفع الزكاة لغيرها. نعم، نجيب على اتصال وائل ومن ثم نجيب على الشق الثاني والثالث من سؤال أم محمد. وائل السلام عليكم. تفضل. لا أختي لو سمحت بدي أسأل سيدي الشيخ سؤال. بيسمعك. هل جوزة الطيب هي حلالا أم حرام؟ مرة أخرى شو السؤال؟ جوزة الطيب. نعم جوزة. نعم. الطيب البهارات. نعم. حلال ولا حرام؟ هاي واحدة. اثنين بدي أسأله عن الجار اللي بآذي جاره، شو حكمه؟ الجار المؤذي. نعم، سألت أم محمد، زوجها لا يصلي ولا يصوم ويميز بين الصبي والبنت، وأيضا قالت أنها تأخذ من نقوده. نعم. وتنفق على البيت، فهل يجوز أم لا؟ وماذا تقول لزوجها؟ يعني نسأل الله الهداية للأخ أبو محمد ولكل من لا يلتزم بالصلاة أو بالصيام، عسى الله أن يهديهم. لكن هذه فرائض، يعني حقيقة لا يجوز للقادر على الصلاة والقادر على الصيام أن يتخلف عنهما. يعني الصلاة تجب على الإنسان حتى لو كان على فراش الموت وهو يعقل، والصيام على القادر بالتأكيد. نعم. أما إذا كان مريض مرض مزمن فيفطر ويفدي إلى غير ذلك من الأحكام المتعلقة بهذه القضية. أما أخذها من مال الزوج ما يكفيها وأسرتها فهذا جائز. كان أبي سفيان رضي الله عنه في الجاهلية بخيلا، وكانت أم هند بنت عتبة تأخذ من ماله وتنفق، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم. نعم. طبعا هند أسلمت وأبو سفيان أسلم يوم الفتح، وهي كذلك أسلمت. نعم. يوم فتح مكة، فأجاز لها ذلك لأنها تأخذ حاجتها ولا. نعم. تأخذ أكثر من الحاجة. نعم، الدعاء وقراءة الفاتحة الدعاء وإهدائها للأنبياء. لا بأس بالدعاء لنفسها ولأبنائها ولكافة المسلمين، ومن ثم تقرأ الفاتحة وتهم. نعم. هذا الثواب لمن شاءت، نرجو الله القبول. نعم، الأنسولين إبر الأنسولين لا يفطر. لا لا يفطر. على السريع لأنه ما ضلش، جوزة الطيب حلال أم حرام؟ هي الحقيقة فيها تفاصيل كثيرة، لكن بشكل عام بعض العلماء يقول أنها كثرتها ربما تفتر، وقد نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، فإذا كانت ضمن المفترات ممنوع. نعم، بالنسبة للجار المؤذي لعله تكون بكرة عنوان حلقتنا. هذا الجار نتكلم غدا. نعم. إن شاء الله، ومهم جدا
أن نبين نعم. بعض الأحكام في قضية الجيرة. نعم سمحت الشيخ محمد حسين المفتي العام القدس ديار الفلسطينية، أدركنا الوقت كالعادة، جزاك الله عنا وعن المشاهدين كل الخير. الله يخليكم، ربنا يتقبل من الجميع، وكل عام وأنتم بخير جميعا إن شاء الله. نعم مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، إلى أن نلقاكم غدا، لكم منا أطيب الأمنيات، وتذكروا أن الغضب والعصبية مفتاح كل شر. في أمان الله.